كي راح في نيدي هنا في فرنسا نكملها. اكتب معلومات خليها. وهذه احنا من المسائل اللي واش كي مسائل دروك صحه ياسر وين اقرب صحه هو فيك مهمني كان يكتب فيها كان يكتب فيها بصدق مع ما عنده شو مش عارف بلي فرنسا راح تخرج ولا كذا خلاص خلاص هي الاولاد 70 كتب فيها له هو التاريخ تاعها وبطبيعة الحال كانت ورقه قواعد يكتب فيها سور دوكيمون مش يكتب فيها قرار يكتب فيها سور دوكيمون موجوده لي زارتمون تاع الارشيف لان انا قلت له من بعدها تقعد تحضر لقيت الدوكيمون تاع لي زارتمون ميليتار نادر على ما لا عارفين من المحرز قلت تعاونا انا احمد في الحاج نخرجها جات تروح لي لان بعد فين بقى ما نعاودها انا تروح لي ما لقاش اش قصدك تكتب فيها في دوكيمون تاعك دوكيمون لا تش معناها يكتبها في دوكيمون هو ايه انا نكتب هو يكتب فيها شو يكتب فيها دوكيمون يلقى على اساس تسارشيف هو ثاني على تسارشيف على شيء وثائق يا من يعمين يعرف مسعدون يعرف شو يبني على حسب يبني على وثائق ما هوش بقى لا لا لا